والخبر اللي جاي اكيد مرتبط بده، التنس الارضي في نادي الاهلي حقيقه يعني من الالعاب العريقه جدا والالعاب اللي ليها تواجد كبير ما بين الاعضاء الجمعيه العموميه ايضا بالنسبه للعيبه التنس الارضي على مستوى مصر كلها. عندنا ملاعب في الجزيره، عندنا ملاعب في مدينه نصر، عندنا في ملاعب في التجمع، شفناها في افتتاح فرع التجمع من اسبوعين ثلاثه، عندنا في كل فرع الحقيقه ملاعب للتنس الارضي. وعليه مهرجان لبراعم التنس بالنادي الاهلي بالشيخ زايد. النادي الاهلي نظم مهرجان للبراعم في اهل الشيخ زايد زي ما قلت لحضراتكم، في الاربع فروع عندنا ملاعب، فالنادي الاهلي عشان يهتم بالبراعم نظم مهرجان. المهرجان ده حضر عدد كبير من اعضاء النادي طبعا بالضروره، لان اللعبه دي يعني بتلقى اهتمام وبتجذب عدد كبير من اعضاء الجمعيه العموميه، وكانوا متجاوبين في المهرجان واللي كان فيه شويه من روح المرح والمنافسه الجميله. كاميرا الابطال كانت موجوده في قلب المهرجان ده وصورنا التقييد، نتفرج عليه مع حضراتكم ونرجع لبعض تاني. والله هو يوم زي دوت احنا يعني كل الايفنتات 12 سنه 9 سنين 8 سنين كله بينجذب للفن، لان الفن دوت يعني لعبه مش محتاجه سن معين، كله بيبدا يشارك، بيبداوا يتعرفوا عن التنس في حاجات بسيطه، ياخدوا مثلا فكره عن الملاعب، يبدا يبقى عنده استعداد يحب اللعبه فيبدا ينجذب لينا اكتر. اليوم النهارده احنا عاملين فاميلي داي، الهدف منه ان احنا بنعمم اللعبه لكل الاعضاء، وبنقول ان التنس ممكن يشارك فيه اي سن من اول 4 سنين لحد 60 سنه. لعبه التنس لعبه فيها امان وسيفتي كبير جدا، فاي حد يقدر يمارسها، اي سواء ميل او فيميل يقدر يلعب اللعبه، ولد صغير بنت صغيره. فاحنا حابين نعمل الايفنت دوت علشان خاطر كل الاعضاء يتبسطوا ويبقوا معانا فيه. وطبعا الايفنت دوت تحت رعايه مجلس الاداره، اعضاء مجلس الاداره والكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره، الإدارة التنفيذية متمثلة في الدكتور سعد شلبي ومدير الفرع عندنا اللي هو ناصر أبو زيد، كابتن علي هارون مدير النشاط الرياضي، وجهاز التنس برئاسة الدكتور طارق صبحي، وعندنا الأستاذ عادل صديق نائب الجهاز عندنا هنا في التنس. والله احنا الهدف من اليوم النهارده ان هو دعوة عامة لكل الناس اللي ليها علاقة بالتنس واللي ما لهاش علاقة بالتنس يجوا يشاركوا معانا ويتعرفوا أكثر على لعبة التنس ويتعرفوا أكثر على احنا بنعمل إيه هنا، نحاول نكبر القاعده شويه ونحاول نبسط الاطفال بطريقه ثانيه يعني غير اللي هم متعودين عليه. بص احنا فكرنا في ان احنا لازم الاعضاء في كل المقرات يبقى ليهم يوم كده ايه يخرجوا بره دايره التنشنه والرياضه وبتاع والولاد والمدارس، فبدانا بالجزيره، النهارده احنا في زايد، يوم هو للتنس وفي نفس الوقت كل الاعضاء على مستوى المقر كله مدعوين ليه. يوم الاولاد زي ما حضرتك شايفه كده، الاولاد كلهم مسابقات لطيفه بتاع كده، الاولاد بيطلعوا كل الطاقه اللي عندهم وكله بيحبوا واولياء الامور، فيوم سعيد ان شاء الله ليهم يعني. بصراحه اليوم ظريف جدا وكان عامل بهجه، يمكن انا ما كنتش متوقعه ان هو هيبقى بالبهجه دي بصراحه كلها، والولاد مبسوطه جدا جدا، وعامل رابطه وعامل علاقه كويسه وحاجه بره الصندوق شويه ما بالنسبه للاطفال والكباتن، فعامل روح حلوه بصراحه جدا، والولاد دلوقتي بيسلموا على الكباتن بروح يعني مختلفه شويه عن الطبيعي في التمرين، فكسر القواعد يعني، ده ظريف في اي لعبه بصراحه. بحبها بس انا ما بلعبهاش هنا، بس النهارده حبيت لعبه التنس جدا. اصلا بلعب تنس واتبسطت قوي النهارده. النهارده اتبسطت قوي وانا بلعب تنس، واخر بطوله انا اخدتها مركز اول، وشفت الكوتش بتاعي النهارده وكل حاجه. بصراحه انا اتبسطت قوي علشان احنا يعني في التمارين وكده احنا بنكون يعني بيكون عندنا بطولات وكده، وانا بكون قلقانه ساعات وحاجات كده، لكن النهارده كان حلو قوي، قعدنا نلعب مع بعض وقابلت اصحابي وحاجات كده كتير. لا هو اليوم حلو جدا، سبيشالي ان هو احنا ما كناش قالوا ان هم فاميلي دي، احنا مش عارفين ان هم عاملين كل التجهيزات دي، فلا كان يوم حلو جدا، ولا وانبسطوا بيه وحاجه كده نشطت اليوم ليهم ولينا احنا كمان. اليوم حلو قوي واحنا بقالنا كتير مستنيين حاجه زي كده، ففرحانين جدا. هو يوم جميل جدا وهي اتبسطت قوي، هي وعمر كمان اتبسطوا جدا باليوم دوت، وكان يوم ظريف بصراحه. لا فرقت معاهم جدا يعني، خلوهم يحبوها يعني اكتر من الاول، في يعني صراحة كان يوم مهم جدا يعني.